الرئيس منصور يؤكد أن المصالحة مع الإخوان لم تعد مطروحة، ويشدد على أن الرئاسة قد تتخذ إجراءات استثنائية لوقف أي أعمال عنف. اليوم الثاني جلسات محاكمة بديع و47 متهما من قيادات جماعة الإخوان الإرهابية في أحداث قطع الطريق الزراعي بقليوب. الطيران السوري يواصل قصف حلب بالبراميل المتفجرة، وارتفاع أعداد الضحايا لأكثر من 120 خلال يومين. العاشرة صباحا في القاهرة، الثامنة بتوقيت جرينتش، موعد نشرتنا المفصلة لهذه الساعة من قناة النيل في القاهرة. أهلا بكم مشاهدينا. قال رئيس الجمهورية المؤقت المستشار عدلي منصور إن المصالحة مع جماعة الإخوان الإرهابية لم تعد مطروحة بعد تفشي أعمال عنف وهجمات دامية. وأوضح الرئيس منصور خلال حوار مع صحيفة الأهرام أن احتمال لجوء مؤسسة الرئاسة باتخاذ إجراءات استثنائية لا يزال قائما لوقف أي أعمال عنف قد تحدث. وعن الانتخابات الرئاسية المرتقبة قال الرئيس إن الطريق إلى الرئاسة في هذه المرحلة مليء بالتحديات، مضيفا أن الرئيس الجديد يجب أن يحظى بتأييد شعبي واسع يتيح له اتخاذ ما يلزم من قرارات قد تبدو صعبة لتنمية مصر في مختلف المجالات. تعقد اليوم محكمة جنايات شبرا الخيمة والمنعقدة بمقر معهد أمناء الشرطة بطرة تعقد ثاني جلسات محاكمة 48 متهما من قيادة جماعات الإخوان الإرهابية، من بينهم المرشد العام محمد بديع وصفوة حجازي ومحمد البلتاجي وأسامة ياسين وآخرين في أحداث قطع الطريق الزراعي بقليوب والتي راح ضحيتها شخصان وأصيب 35 آخرون خلال مقاومة المتهمين لقوات الشرطة وإطلاق الأعيرة النارية صوب المواطنين لإرهابهم. كما يواجه المتهمون تهم الانضمام لجماعة إرهابية وقطع المواصلات العامة وتعطيل حركة المرور وإتلاف الممتلكات العامة والخاصة والتحريض على العنف عبر إرسال مجموعات من أنصار الإخوان لإثارة الفوضى والذعر وقطع الطريق الزراعي السريع لإصابة حركة المرور بالقاهرة الكبرى بالشلل التام. استشهد الملازم أول مازن إبراهيم محمد معاون مباحث مركز شرطة كفر الدوار في البحيرة أثناء اشتراكه فجر اليوم في حملة لتنفيذ أحكام واشتباه في بعض الخارجين عن القانون الذين هاجموا الحملة بإطلاق الأعيرة النارية، فبدلتهم قوات الأمن بإطلاق النيران مما أسفر عن استشهاد معاون المباحث. ومن المقرر أن تقام صلاة الجنازة على جثمان الشهيد عقب صلاة الظهر اليوم بمسجد النهضة بمنطقة أبو قير محافظة الإسكندرية. يتوجه الدكتور حازم الببلاوي رئيس مجلس الوزراء إلى السعودية غدا في زيارة تستغرق يومين يرافقه خلالها وفد وزاري رفيع المستوى. وينقل الببلاوي خلال الزيارة رسالة من الرئيس المؤقت المستشار عدلي منصور إلى خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز، تتناول سبل دعم العلاقات الثنائية في مختلف المجالات وتقديم الشكر إلى خادم الحرمين الشريفين وحكومة وشعب المملكة الشقيق على الدعم والمساندة التي قدمتها لمصر سياسيا واقتصاديا. كما يجري الببلاوي والوفد المرافق له مباحثات مع كبار المسؤولين السعوديين حول دعم علاقات التعاون الاقتصادي والتجاري. أجرى نبيل فهمي وزير الخارجية حوارا مع صحيفة لا ريبابليكا الإيطالية واسعة الانتشار في مستهل زيارته الحالية لروما. وذكر المتحدث الرسمي باسم الخارجية سفير بدر عبد العاطي أن فهمي استعرض خلال الحوار مجمل الأوضاع في مصر شارحا تطورات تنفيذ خريطة الطريق ورؤيته للاستحقاقات القادمة في أعقاب الانتهاء من الاستفتاء على الدستور، مؤكدا عزم السلطات المصرية الانتهاء من المرحلة الانتقالية وفقا للجدول الزمني المعلن خلال الصيف القادم،
كما تحدث فهمي عن جولته الأوروبية الحالية موضحا الأهمية التي توليها مصر لتنويع الخيارات ولتطوير العلاقات مع مختلف الأطراف الإقليمية والدولية، وهو ما تندرج في إطاره هذه الجولة التي بدأت بإيطاليا وتشمل أيضا ألمانيا وهولندا. للمزيد من المتابعة تنضم إلينا عبر الهاتف من إيطاليا مراسلة النيل أمل صبري. أمل، يعني جدول أعمال وزير الخارجية في إيطاليا اليوم وأجندة لقاءاته؟ تحياتي لك نبلاء ولكل السادة المشاهدين. وصل بالفعل منذ أمس وزير الخارجية في مستهل جولته لعدد من الدول الأوروبية، وصل للعاصمة الإيطالية روما. أمس التقى وزير الخارجية بعدد من وسائل الإعلام الإيطالية، كان من بينها التلفزيون الإيطالي، تحدث معهم على العديد من القضايا، كان من بينها عملية السلام في الشرق الأوسط، الأزمة السورية، الأزمة الإنسانية التي يعيشها الشعب السوري، أيضا أزمة اللاجئين السوريين في دول الجوار ومن بينها مصر، بالإضافة طبعا إلى تطورات الأوضاع داخل مصر. اليوم من المقرر أن يلتقي وزير الخارجية بوزير الدفاع الإيطالي، هناك لقاء آخر مع وزيرة الخارجية الإيطالية، كما سيلتقي بوزيرة التنمية الاقتصادية ومجلس الأعمال المصري الإيطالي، والتي سيناقش معهم سبل تطوير العلاقات التجارية والاقتصادية بين الدولتين، خاصة أن إيطاليا أكبر شريك أوروبي لمصر. نعم، أمل صبري مراسلة النيل من روما، شكرا جزيلا لك. أعلنت جبهة الإنقاذ استمرارها في عملها حتى الانتهاء من خريطة المستقبل، كما قررت إعادة تشكيل هياكلها المختلفة. كما قررت الجبهة تعيين دكتور وحيد عبد المجيد متحدثا رسميا باسمها، وأكدت أنها لم تطرح مرشحا لها في انتخابات الرئاسة، لكنها ستدعم المرشح الأقدر بتحقيق مطالب الثورة في برنامجه الانتخابي. ربما يكون هو الحجر الذي يلقى في الماء الراكد. جبهة الإنقاذ تختار مصيرها وتقرر الاستمرار في عملها بعد فترة طويلة من الركود والابتعاد عن المشهد السياسي في البلاد، لتعود من جديد للحياة حتى الانتهاء من خارطة المستقبل. استمرار الجبهة في أداء دورها لتحويل دستور مصر العظيم إلى برنامج وطني يلزم الكافة، الرئيس القادم، الأحزاب السياسية، مجلس النواب، بتحقيق أهداف الشعب الوطنية. وشددت الجبهة في بيان لها مواصلتها لحماية المسار الديمقراطي وتحقيق الأهداف التي قامت من أجلها الثورة، معلنة عدم تأييدها لأي مرشح رئاسي إلا بعد غلق باب الترشح والاطلاع على برامج المرشحين. ما فيش مرشحين حتى الان عشان نستقر عليه. قلنا في المؤتمر الصحفي قلنا انه سندرس برامج المرشحين ونحدد موقفنا وفقا لما يطرحه كل مرشح. تعيين الدكتور وحيد عبد المجيد متحدثا باسم الجبهة وإعادة تشكيل هياكل الجبهة المختلفة بما يتناسب مع المرحلة الراهنة هو ما اكتفت به الجبهة في اجتماعها، وكأنها ترغب في الظهور من جديد والتأكيد على أن دورها لم ينته بعد، حيث لم تتطرق لمناقشة أمور سياسية أخرى. ده محتاج دراسة عميقة، لأنه إحنا مع القوائم إذا كان ذلك يمكن التوصل إليه، ولكن عايز أقول حاجة، الفردي سيمنع المرأة، العمال، الفقراء، المسيحيين، الشباب من الترشح. كانت جبهة الإنقاذ قد تكونت كرد فعل على قيام الرئيس المعزول محمد مرسي بإصدار إعلانه الدستوري في نوفمبر من عام 2012، إلى أن الجبهة قد تجمد عملها بعد عزل الرئيس السابق. وتستمر جبهة الإنقاذ في أداء عملها، استمرار قد لا يشعر به المواطن البسيط، لكن لا ينسى هذا المواطن أن جبهة الإنقاذ كانت الشرارة الأولى لثورة 30 يونيو. من مقر انعقاد المؤتمر بحزب الوفد، محمد عبد الحكم، النيل.
قالت وزيرة الصحة دكتورة مها الرباط إن الوزارة رفعت حالة الطوارئ لتأمين استمرار تقديم الخدمات الطبية وعدم تأثرها خلال الإضراب الجزئي للأطباء الذي دعت إليه نقابة الأطباء اليوم وبعد غد الأربعاء. وأشارت الوزيرة إلى أن الإضراب لا يشمل خدمات الطوارئ بمرافقها من معامل وأقسام أشعة وعمليات طارئة وحالات حرجة، وأضافت أن الخطة تقضي بوقف جميع أنواع الأجازات لجميع العاملين بهيئة ومرافق الطوارئ والإسعاف على مستوى الجمهورية قبل وأثناء الإضراب. قال وكيل وزارة الصحة للطب الوقائية دكتور عمرو قنديل إن إجمالي عدد حالات الإصابة بفيروس إنفلونزا الخنازير منذ بداية موسم الشتاء بلغ 172 حالة حتى الآن، توفي منها 16 حالة. من جانبه نفى وكيل وزارة الصحة بالشرقية الدكتور عصام عبد الله حدوث وفيات أو إصابات بشرية بفيروس إنفلونزا الخنازير، مؤكدا عدم